حط لك للفيديو بالخمس ثواني القادمين ولا سكن ديدبول رح يجيك مسخ وعلى ظهره سيف واحد مو سيفين. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تحصل الكاتانا او الباك بلينج الخاصة بسكين ديدبول تبع الاسبوع الرابع. فاذا انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو ليوصل لاكبر عدد من الناس، وما ننسى كل الدعم بالايتم شوب اللي ظاهر امامكم بالصورة، مستر شرطة هيرو. فمشاهدة ممتعة. مثل ما بنعرف الاسبوع الرابع فتح اليوم واعطونا تحديات جديدة الخاصة بسكين ديدبول اللي هي اللي حنفوت هلا ونشوفها مع بعض. مثل ما شايفين ديدبول راح كان قاعد هون عم يلعب فورتنايت، بعدين راح والكاميرا راحت هون على الحمام، مدري شو عم يصير بالدنيا، عم تتلخبط عم تفوت ببعض. فاليوم كمان فتح تحديات الاسبوع الرابع الخاص بسكين ديدبول اللي هو بيعطيك الباك بلينج او الكاتانس الخاص فيه، اللي هن السيفين الساموراي اللي بنحطوا على الظهر المشهورين جدا في افلام ديدبول او باجزاء ديدبول يعني. فخلينا نشوف مع بعض التحديات، نفوت على الكمبيوتر ونشوف شو هن التحديات. مثل ما بنعرف تحديات الاسبوع الاول والثاني والثالث نزلتهم عندي بالقناه، اللي حابب يشوفهم يفوت يشوفهم بالقناه، هن سهلين كتير. التحديات تبعات الاسبوع الاول بيعطوك لوجو او شيء هيك بنحط على البانر تبعك اللي هو الخاص بسكين ديدبول، والاسبوع الثاني بيعطيك سبراي او بخاخ يعني اللي هو مثل مزارة امامكم بالصوره، ديدبول راكب حصان او هيك شيء يعني. والاسبوع الثالث بيعطيك السبراي اللي هي القنبله، بخاخ القنبله. والاسبوع الرابع اللي هو احلى اسبوع كان، كلياتنا مستنيين الباك بلينك تبعه او الكتانس الخاصه فيه، كتير حلوين وخرافيات جدا هاي الباك بلينك تبعه. فالتحديات تبع الاسبوع الرابع مثل ما شايفين امامكم تحت، اللي هي اول تحدي فايند ديدبول 2 كاتانس، اللي هي بدك تلاقي السيفين الخاصين فيه لديدبول. السيفين الخاصين فيه لديدبول مثل مظهر امامكم بغرفه ديدبول، هي اول سيف هون خلينا ناخده مع بعض. بعدين بنلاقي السيف الثاني، خلينا كمان ناخذ السيف الثاني مع بعض مشان نخلص اول تحدي. السيف الثاني بتلاقوه بمنطقه مايا اللي هي الابجريد فاليت تبع مانيا. بنفوت لعند مايا هون بتلاقيها هون عند هذا الفأس اللي موجود هون على الشمال، كمان بتكبس عليه، وهيك انت بتكون خلصت التحدي الاول من تحديات الاسبوع الرابع الخاصين بسكين ديدبول. لنشوف التحدي الثاني بالاسبوع الرابع، بنفوت مع بعض بنشوفه. ننزل لتحت، اللي مطلوب منك بهذا التحدي سهل كتير، كل اللي عليك انك انت تنزل تيم رامبل مثل مظهر امامكم بالفيديو، بتلاقوا بناء كتير بهي اللعبة. كل عليك انك انت بتمسك مثلا اي سلاح كان، قنابل، ار بي جي، اسلحة، اي شيء كان، وبتجيب دمج او بتجيب ضرر على مباني الاعداء، مو مباني الاصدقاء او انت مباني الفريق تبعك، مباني الاعداء اللي هن ضدك. كل عليك انك انت تدمج 10000 دمج بالمباني تبعهم. الخشب بيفرق عن الحديد وبيفرق عن الحجر، مثل ما بنعرف كل واحد له هيل معين او يعني عداد معين اللي هو ببين لك انه هذا 50 وهذا 150 وهذا 300، اللي هو الحديد اعلى شيء تقريبا 300. كل عليك انك انت بس تكسر مباني الاعداء 10000 دمج، وهيك انت بتكون خلصت التحدي اللي بعده. ومبروك عليك الباك بلينج اللي موجوده امامكم بالصوره، كتير حلوه وكتير خرافيه. وفي تحديات الاسبوع الاول والثاني والثالث موجودين عندي بالقناه كمان، لو انت حابب تفوت وتشوفهم، سهلين كتير وبيخلصوا بكل بساطه وبكل سهوله. فبس هيك بنكون شرحنا تحديات سكين ديدبول الاسبوع الرابع اللي هن الخاصين بالاسبوع الرابع، وكيف تحصل الباك بلينج اللي ظاهره امامكم بالصوره، جدا خرافيه. واكتبوا لي تحت بالكومنتات رايكم بالسكين وبالباك بلينج الكتانس تبعه. انا من ناحيتي كتير بحبهم وكتير حلوين، لانه انا شاهدت الفيلمين او الاجزاء الخاصين بسكين ديدبول، الفيلم كتير جدا خرافي الفيلم. انا يعني بنصحكم تتفرجوا على فيلم ديدبول لانه كتير حلو. فبس هيك بنكون شرحنا تحديات سكين ديدبول للاسبوع الرابع، كتير سهلين وكتير بسيطين. فاذا انت اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وحط لايك للفيديو وكومنت حلو ليوصل لاكبر عدد من الناس. ولو حابب تدعمني اكثر كمان بالقناه وظبط اكثر بالقناه وحسن المحتوى اكثر واكثر، لا تنسى كل الدعم بالايتم شوب اللي هو مستر شرطه هيرو، مشان نصير نعمل عليه سيرفر خاص وبطولات بعشرة هش ان شاء الله. عم يلعبوا الاولاد تحت مثل الحيوانات، شو هالجيل هاد، انه على اساس انا كبير يعني كثير. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، تبا للاولاد اللي صوتهم واصل لعندي على الدور الرابع انا الدور الرابع ساكن وصوتهم واصل لعندي. رح اترككم مع مقطع صغير بالايم اسيست اللي طبعا انشال، يلي الله يرحمه طبعا انشال. بدي اورجيكم هلا مقاطع صغيره وبسيطه كيف كان الايم اسيست وليش انشال، وانا كمان عندي فيديو بيشرح ليش انشال موجود تحت بالديسكربشن.
فكمان شوف المقطع اذا انت بتحب الاعدادات تعرفها شلون، واذا انت بتلعب كنترولر فانا رح اترككم مع مقطع بسيط صغير بورجيكم الايم شلون كان، والله يرحمه راح. فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، وخليك تتفرج على المقطع هذا للاخر، وبرعاية الله. Okay, okay, at this point, it's just like, that's just unfair, bro. That's just unfair. Bro, at this point, it's just like, this game is a joke right now. What? Controller player! That is a controller player! Fucking god!
think this? I'm gonna be